ترأست صباح اليوم عمدة بلدية دنجمينة مريم جمع عبيد افتتاح أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لترقية العمل حول تطوير الصناعات الصغيرة المختلفة. كان ذلك بحضور مدير الهيئة وممثلي الدوائر بالعاصمة إلى جانب المدعوين. جرت المناسبة ببيت المرأة. عائشة أحمد دقي والمزيد. البحث عن سبل وطرق تنمي القدرات الشبابية في الوسط الاجتماعي حتى ينسجم مع الوضع الاقتصادي الصعب التي تمر به البلاد، فقد عملت الهيئة الوطنية لترقية العمل بتنظيم دورة تدريبية حول الصناعات المختلفة وتوفير فرص العمل لصالح 500 شاب من الجنسين طالبي العمل. هذه المسرحية التي شرحت نوع العمل الذي تقدمها الهيئة الوطنية لترقية العمل في تأهيل الشباب وتمويل مشاريعهم الصغيرة كانت هي نقطة انطلاق أعمال الدورة التدريبية. محمد نصر عبد الله مدير الهيئة الوطنية تناول في الكلمة الافتتاحية له بهذه المناسبة أهم النقاط التي من المؤمل أن يستفيد منها هؤلاء الشباب. هو عند نقطتين، أول نقطة دايرين أنتم عمل للشباب قاعدين ما عندهم أي عمل، والنقطة الثانية كمان دورنا نجد دفاع ري البيئة الدفاع عشان الناس بقت تشذر وكل شيء الديزر قاعد يجي. القمون ده نعلمهم كيف ترتيب يستنوا الشغل بنادوه كوميسيبل، البشر كوميسيبل ده هو الأوراق بتاع الناس اللي بيشرطوها يقولوا في شوارع وسط المدن وكل شيء، ده كله يقوموا يجيبوا ويقوموا في المويه، وبعدين عندهم لزام كده بيسووا كم يبصوا يدخلوا في مول مثل درنجيل كم مرقوا يبصوا خلاص يقبل مثل درنجيل. ولا يفوتنا وأن نذكر بأن أعمال هذه الدورة ستستمر إلى نهاية شهر أبريل القادم، مما تزيد في رفع معنويات الشباب من بعض طالبي العمل.